خلينا نعود. خليك تجيبه هذا. شكون اللي خلالك؟ انا جبت راسي. انا كنت معك هذا. يلا قول انت. قول كيفاش ضمنتي المستقبل ديالك سيدي صفوان؟ كون هاني باك راه حربي في خدمه. هاي قطه معايا حار غتلقاها واجده سيدي صفوان. الصغير اش كدير؟ اش كدير؟ شنو تصيد معايا؟ هذا شغل؟ توسخش يديك، بغيتك توسخ يديك انا. ولا تصيب؟ لا تصيب. تصيب؟ ايه بشوية ما تطيحش. صافي؟ انا ما نطيحش. شدي هكا شدي هكا شدي هكا هكا بجوج يدين بجوج يدين هكا. خليني نصيب. ايه انا نصيب هكا. هذا غنديرو له بحال هكا. يا العين هكا. كنهرق انا مازال كلهم غنصيبوهم حنا كلهم. هاي ها دابا مزيان ياك؟ دابا مزيان؟ دابا مزيان. نعاود عافاك نقيت. نغير انا يا ماما. تبارك الله على غزلان. اهلا وسهلا. عطاك الله الصحة. نتينا مزيان. عطاك الله البدن. وعلى سلامتك. الله يسلمك. كيف بقيتي؟ الحمد لله. مزيان. تحية كبيرة للمشاهدين ديالنا العزازين. كيف انتم ولاباس عليكم؟ كيف بقيتوا؟ توحشناكم توحشونا ولا لا؟ أكيد. الله توحشناكم ولكن للضرورة أحكم كما كنقولوا. ضروري ولا بد. عذرونا وصافي إن شاء الله يا ربي. دابا ما نبقاوش نغبروا عليكم ان شاء الله. اكيد جينا عاد جينا من السفر كنا مسافرين كما قلنا لكم. او محمد تهالي البصاره قال لك والو عملنا. المهم عمل لي شي شيوع على الكانون. المهم انا بغيت نحس براسي كان كل ما كنا على الكانون شحال هذا الشيء اللي كاين. غير كناكلو غير كناكلو. داكشي علاش عملنا البصاراتنا ان شاء الله. تبارك الله عليك. والبصاره الخضراء انا كتعجبني البصاره الخضراء. ما كتعجبوش الفول باش نتغدى بها وندير بها كاسكروطه ونفطر بها كتجي لذيذه. نفطر بها كنعجبوش انا كتجيني في الفطر. غنفرق على السطل. فرق على السطل يلا. يلا غير فرق هاك دير هاك. يلا يلا دير في السطل. برافو عليك الفلاح الصغير. انت فلاح صغير انت يا فلاح صغير صفو انت يا فلاحه زوينه الفلاحه. برافو عليك ولدي العزيز. برافو عليك. نصورك صفوان ولا بلاش؟ نصورك ضروري ضروري نصورك ضروري. انا تقيل. لا غير اجي اسمعي غير شويه. اسمعي انا تقيل. اسمعي علي.
شدوا هكا بالقوه نرفع شدوا هكا هاك هاك خليك هاك خليك هاك شخول التراب خليها انا اول واخا خليها انا اول خليني هاك تخول انت هنايا يلا عادي افرقوا هذا يلا شدي هذا باش نفرقوا كيقول شي مصطلحات انا عاود كذا ما عاد نسمعو سمعت مصطلحات يلا انا شد لك انت اخويا يلا خويه خويه بالسطال كامل خويه السطال هكا هذا خويه كامل ها انت غتعرف يلا برافو عليك خلي عود فاش انا عود انا عود هاك خصنا نزيدو التراب يلا عاوتاني نجيبو فايج اخويا يلا سير احفروا التراب صغير صفوان غير صغير ها هو تما الصغير هذاك غير صغير هذاك هذاك اللي طلقتي دابا هذاك هذاك اللي طلقتي دابا هذاك 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 يلا جيبو بابا معك انا يلا هز معايا هز معايا السطال هز معايا السطال ها هو هز معايا من هنا يلا هز ثقيل كامل واحد الطريقه مزيانه وانا ما عرفتش واش نتوما كتعملوها ولا لا اول حاجه دابا غندير هنا عملت الماء يطيب شويه ها هو بقى كيطيح طلع الفوار صافي انا هذه مغسوله عندي حتى هذه المرات وغنعملها هكا ديالك ديالك صغير ايا ديالنا هذا ديالي يلا لاباس
بخير. هيا شوي زيد الطبلة طيح قرب الطبلة برافو بابا نشوف الصوره مصغره كتاكلوا كلها كاملة تتشبع كون دار كيف كل شيء اوكي اوكي ما صفوان طلع على الباب وقال لك صورني صفوان صورك ولا بلاش ها صورك برافو عليك درتي حركة ديال الابطال يلا زيد طلع زيد طلع يلا زيد 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 وعندك طيح هاكك برافو عليك يلا زيد عندك طيح غير شوية غير بشوية برافو صفوان برافو زيد طلع يلا زيد طلع ما برافو عليك وعندك طيح غير بشوية نعم
يا بالزيت. أو تخلع واحدة. مازال غنور. لا باقا اختك شي خصنا نقطعوها، خصنا نقطعوها كامله باش الا نورت من جديد. هذيكم الجهد تبارك الله. شوف ولدك، شوف صفوان، شوف عنده مشاكل وعنده الهموم كيذكر. واش كتفكر ولدي فاش عندك بزاف الدراري؟ صافوان طلقها تسرح، راه باباك يصايب لك المستقبل ديالك. ضمنتي المستقبل ديالك سيدي صافوان، كون هاني باك راه حربي فيه خدمه. هاي قطع معايا الحر، غتلقاها واجده سيدي صافوان. هاي قطع معايا سودانيه، عاونيش. سير قطع مع ماماك، سير يلا سير.